تصرخين؟ نجلس عجلتي وانا بلعب مع بوبو. لا يا ليلى، رجعي نفسك يا ليلى، تعالي تعالي نلعب. ماما لا نلعب، ما احبها. ايه بدت الغيره. العبي معها يا نوجين. ها شوف عيونها تلجحها، انا بلعب معها عشانها تعبانه. لا ما فيها الا العافيه. لا عيونها تلجحها، ايش رايك نوديهم عباس؟ وش هذه ام عباس؟ هذه واحده تعالج. وينها فيه؟ انا اعلمك وينها، تعال نمشي. يلا يلا. شوف اخذت البوبي حقي، يلا يلا نشيله بسرعه. حتى على البوبي غيرانه. لا إله إلا الله، هذولا وين رايحين؟ ها شفت عالجة عماد، أنت وليلى وين رايحين بلوجي؟ أنا بيوديها أم عباس عيونها تجحها. أم عباس تعمل عيون؟ وشو؟ والله أن تعمل عيونها أم عباس. ليلى تقول إنها تعالج العيون. ما أدري والله، بس روحها. يلا يا عماد امشي، بعدين هلا هلا بعيالي. ليلى صوتها يخوف. أقول امشي امشي. أنا ليش ما أروح معهم؟ وش فيها صغيرة؟ هذه عيونها تفجحها يا أم عباس. إيه من إيش؟ من اللعبة والله. وش لعبتها يا بنت الحلال؟ ما عندها ألعاب. وش تلعب هذه؟ ما تعرف حتى اسمها. إيه هذه ما تعرف اسمها، أبيكي تعطيها زي ما تشوفها. وش تبي تعطيها؟ تعطيها مرهم؟ لا مو شغلي، هي تعرف شغلها. إيه أعطوني إياها، أعطوني أختكم يلا. خذي خذي أختي. عماد وين مودي لوجين؟ وما يدي أم عباس تكشف عليها. هذه أختي ما فيها شيء. ألا ألا تقول ليلى أن عيونها توجعها. وأدى مستشفى العيون يا عماد. أمشي أمشي. خلي أم عباس تشوفها، هي تعرف كل شيء. إيه أعطوني إياها، أعطوني إياها. لا تعطي أختي ولا شيء، مجنونة أنت. خلنا نوديها المستشفى العيون. وش فيك أنت؟ عندك شيء أعطيها أحطها في عيونها. توكلي توكلي على الله، شغلتيني. ضبطي وجهك يا أم عباس. والله لا خليتي تشوفين الجملة القايلة. والله ما عندك إلا خرطي. أنا أحلمت الخرطي وشو؟ صاحي أنت تودي أختك، توديها من ناس ما هم موثوقين. أجل ليلى تقوله، وأنت تصدق لك طفلة مثل ذي؟ إيه تعالج. يا عماد، أنت إيش تبي يا علي؟ تراك شغلتني مثل أم عباس. يا أخي إذا بغيت تودي لجين، وديها مستشفى عيون. طيب. خلاص خلاص، عرفنا عرفنا، ما راح نكررها. أشغلونا في أم عباس وخرابيطها. والله نكبتينا يا ليلى. إيش نكبتك فيه؟ أم عباس ذي اللي لابسه نظارات. هذه الشمس عشان ما توجع عيونها. توبها روح لأم عباس، الحمد لله أن علي جاب بالوقت المناسب. يا زينك يا لوجي. أما بها تلعب معاك. ليوم وديتنا هناك. خلاص بعدين نوديها المستشفى. والله أن عيونها تعبانة. الحين بعدين بخليهم يودونهم المستشفى. إيه شاطرة يا ليلى.